اجتمع سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي مع النائب ديفيد ماكاليستر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، وذلك في مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. وخلال الاجتماع أشاد سفير مملكة البحرين بالعلاقات المتنامية التي تجمع بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي في المجال التشريعي والدبلوماسية البرلمانية، مؤكدا أهمية تبادل اللقاءات والزيارات ومواصلة تبادل وجهات النظر وتعزيز التعاون في العديد من المجالات البرلمانية بما يحقق المصالح الثنائية المشتركة ويعود بالمنفعة على الجانبين. من جانبه عبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي عن تطلعه لمواصلة تعزيز العمل الثنائي المشترك بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي.